خلينا في معانا مكالمة من الأخت سبأ. أهلا وسهلا أخت سبأ، منرحب فيك في برنامج ليك النور. تفضلي أخت سبأ. سلام المسيح، سلام المسيح للكل. سلام المسيح معك يا أخت سبأ. يتمجد. إن الرب يتمجد ويلمس. أمين. أعتقد أنا اتصلت بكم من أكثر من مرة، وحبيت أقول لكم أني كنت عابرة من اليمن بس مقيمة في أمريكا. أهلا وسهلا أختي. بالنسبة للتحرير أشكر الرب يسوع، أولا حررني. أنا الرب اختبرته في عدة أمور بحياتي وعدة أمور تحرير تمت منها. أولا أثناء ما كنت مسلمة كان هاجز الموت وعقاب القبر، كان هذا هاجز بحياتي، يعني خايفة من الموت بطريقة مش طبيعية. وطبعا بذاك العمر كنت أحاول أرضي الله بس مكاني أرجع للخطايا والأغلاط اللي نسميها، فأجين يعني أحس بتأنيب ضمير وخوف من الموت. لكن بعد ما قابلت الرب يسوع عرفت إنه الموت، أولا نحن من التراب، أذكري يا نفسي، ونحن من التراب موجودين ومن التراب راجعين. والموت بالنسبة لي شهادة، لأني لما أموت حروح أقابل رب المجد يسوع وحكون معه في السماويات. أمين. فالآن مشكلة الموت أول شيء كان عامل لي خوف، بالنسبة لي شيء يعني أشكر يسوع الرب حررني منه. كمان إضافة أنا كنت مقيدة، أحب الأغاني وأحب الرقص، كنت مجنونة بدي الأمور. فقلت يا رب يعني دي الأغاني، أغاني كلها أغاني عالم، أغاني زائلة بالنهاية. وكمان كإسلام إحنا كنا نقول ساعة لك وساعة ربك، طبعا هذا كذب، لأن كل الأغاني كل دي الأمور ما فيش حاجة تمجيد للرب. فالرب حررني من فريد الأغاني دي، والآن أصبحت أعشق الترانيم، حياتي ترانيم، حلو رقصي بالترانيم، مثل رب حط ديفيد كان بالترانيم، وزوجته أذكر أنه في يوم من الأيام كان يرنم ويرقص للرب، وزوجته كانت تقول إيش هذا ديفيد، الملك داود جنن، ولكن نو هو منتشي بالروح، فرحان يغني للرب. يعني أنت ترقص للرب وتغني للرب أو ترقص للعالم وأغاني العالم اللي زايلة وكل يوم في حالة تغيير. أنا كمان الرب حررني من السيجارة، أنا كنت في اليوم أشرب باكتين سيجارة. فمن بعد لجوئي لكندا، بالبداية كنت في كندا وبعدين انتقلت لأمريكا، السيجارة كملت. فقلت يا رب أنا أحب الملبورو والملبورو غالي، فعلا هذا اللي صار معي، وأنا أتكلم شهادة حقيقية للرب. فقلت يا رب أنا أريد أبطل السيجارة، ممكن؟ أنا فقط صليت بدي الكلمات البسيطة وشفت للسماء، ونزلت للبقالة للماركت اشتري سيجارة كندية. أول ما دخنت أول سيجارة رجعت، قلت أوه مابي، لأن السيجارة دي مش ملبورو. شربت من جديد، عناد الإنسان العتيق كمان يشتغل، لكن رجعت كرهت السيجارة. من ذاك اليوم للآن أنا 6 سنوات أشكر الرب لا طقت السيجارة وأكره السيجارة وأشكر الرب. وكمان أنا بنت للرب، أريد أبشر الرب، أريد أخدم الرب، وما أريد أن أكون عثرة للناس. وكمان أنا روح الرب ساكن فيني وأنا هيكل للرب، فلازم أحافظ على جسدي. أمين. وكمان لما أبشر ما أريد أعتر الناس. وكمان إضافة الرب حررني من الروح العرافة. أنا كنت مدمنة أبراج، قراية فنجان، أروح للعرافين في كل مكان، أريد أعرف المستقبل، كل كريسمس ونيو يير الناس يسافروا على لبنان، سبت ترسل بالدولارات، أريد كتب الأبراج، كتب ماجي فرح وغيره وغيره، أكيد ده كل الشرق الأوسط يتابعها. وكمان هنا للأسف الرب حررني، لأنه ما ينفعش أنه نمارس عادات الأوتان الأمم، لأنهم يستعينوا في إبليس، وإبليس يعني بالنهاية ما ينفعش أن نخدم سيدين، يعني نخدم الرب يعني نكون مع العالم. أخت سبأ، وأريد أن أقول كمان للمسيحيين اللي في حالة يمزحوا ويشوفوا الفنجان ويبصروا، ما فيش حاجة مزح، ما فيش حاجة، هو إبليس مثل الحية، بالبداية يخليك تمزح بس أنت مدمن لدى القيد. أنت تمجد إبليس وأعماله، وتذكروا قصة بولس لما انتهر وحده كان عنده روح العرافة. نعم. ما ينفعش نحن نعمد الرب
ونروح نقري الأبراج من باب المزحة ودي، لا ده ما فيش حاجة اسمها مزح. وكمان نصيحتي لأي عابر جديد، في سلسلة اسمها سلسلة شفاء النفس، في دي المتابعة سلسلة نفاس النفس، أي شيء عتيق، روح حزن، روح عدم غفران كثير، لأننا نحن بشر وروح عتيق كثير فينا من الماضي من العالم، فنريد تحرير، وما بيحررناش إلا اللي خلقنا. ومتى بيحررنا؟ لما نطلبه ونمد المساعدة له ونسأله، لأنه الرب قالها أنا واقف على الباب وأقرع، هو قادر يفتح الباب. بس يريدنا نحن اللي نبدأ ونفتح الباب، نقول له تفضل يا رب، طهر، حرر، غسل. نعم، شكرا كثير أخت، وإن شاء الله أكون هذه الشهادات لمجد الرب. أمين أمين أخت سبا، بالعكس يبارك القناة، إحنا بنشكر الرب كل المعدين والمقدم، ونكون سبب بركة، والرب يزيل القشور. الرب يباركك وشكرا كثير، والرب يستخدمك يا أخت سبا، والرب يحميك، شكرا جزيلا. طبعا هذه كانت الأخت سبا، شارت بشهادتها، هي من اليمن أصلا، آمنت بالرب يسوع المسيح، ولكن اختبرت الحرية من الخوف، كان عندها خوف واختبرت الحرية من الأرواح أو روح العرافة والسحر والأبراج إلى آخره. فإحنا بنشكر الرب من أجل هذه الحرية.